الفنان محمد السلوم ابن مدينة السلمية الذي احترف صناعة الآلات الموسيقية وعمل على تطويرها بدون المس بجماليتها الصوتية، حيث اعتبر الفن والموسيقى جزءا لا يتجزأ من حياته وهاجسا يوميا، لذا بدأ بالتطوير الفني والشكلي لبعض الآلات الموسيقية وعلى رأسها آلة العود، مع المحافظة على الموروث الجميل الذي يحاكي صوت العود الكلاسيكي بمتانة أكثر. العود حاولت كونه هلا نحن عنا في ظروف عصيبة بتمر فيها البلاد، فثمن الأخشاب بتعرف يعني غالي شوي، فحاولت أصنع شيء بديل وهو الخشب المصنوع جاهز وهو المعاكس، فحاولت اعمل منه عود ونجحت التجربة كتير كتير، وهو ما نو بعيد عن الالات العالمية، الجيتار والكونترباس والتشيلو والالات الاخرى كلها من اخشاب المعاكس الراقية يعني. فصنعت فيها ولاقت رواج كتير كبير حلو وحتى صوت جميل. هدفنا انه دائما ما في شيء بيتوقف بزمانه، فنحن بدنا نطوره بموسيقانا بتصنيعنا للآلات الموسيقية، وهذا الشيء بيبين من خلال طلابنا وأيضا الناس اللي عم يتعلموا منا صناعة الآلات الموسيقية. فدائما نحن محكومين بالتطور وبمواكبة العصر. السلوم جمع بين الإحساس والاحترافية والحفاظ على الموروث الحضاري لتبقى دندنة وعوده تصدح لسنوات ومن جيل إلى جيل.